هاد الموعن شحال كيبريو ولي الدين. هادي عندها شي سر مع منتك. كيفاش طيبت العشاء؟ نعاونك. معناتك نقيد وكيشعلو. شكون كيعاونك؟ هو مول الدار. ويني راك عفيريتها ماجيكس مول الدار بنجيماتو الزرقاء فعال اقتصادي، كيقضي على الليدام وكيخلي اللواني بنقاش عالي واللي الدين رطبين. والله الا رطبين. ماجيكس المولات الدار اللي كتعرف تختار. حلقة جديدة من برنامج قفطانك ألتقيكم فيها بكل سعادة مع عالم الأناقة التراثية الذي تخطى الحدود، القفطان. وتتميز هذه الحلقة باسم فنانة محبوبة تألقت في فضاء السينما والتلفزيون المغربيين بعدة أعمال بصمت مسارها المشرف بشخصيات جسدتها بطريقة قريبة من واقع الجمهور. إنها الفنانة المحبوبة ملك النوى. قفطاني عزيز وجميل وبن الخوان المغربية معمول، حضرت به وقدمته بخطوات العز على الأصول. لبسة خضراء بلون ربيعي، لون الأمن، لون السلام، الفوق صاري كريب ملبس، والقطعة التحتية من الحرير برودي مرصع بالحجر طبعا الحر، والمضمة اللي غتكمل الجمالية ديال هاد اللبسة معمولة بالمعدن ومنقوشة على يد الصانع ومرصعة بالحجرة خضراء. ولاستكمال الجمالية ديال هاد القفطان كتقدم لكم المصممة شفيقة الحدومي بوشيت أسورتي. أما العارضة فهي الفنانة ملك النوى اللي هي ضيفة الشرف في هذه الحلقة. قفطان جميل جدا معمول من إن بيس قطعة واحدة بالبايت من الفوق والكمين بالحرير كوغاي، مخدوم بخدمة الصانع ومنبت بالحجر كيرتي ومبطن بالحرير كوغاي. أما المضمة فهي مخدومة بالحرير والسم الحر مدفور. ولاستكمال الجماليه ديال هاد اللبسه كاينه البوشيت اللي هو حقيبه صغيره يدويه انيقه جدا للمناسبات والحضور، من اللون ديالها والخدمه ديالها مناسبه للشكل والاطلاله ديال اللبسه كامله. والعارضه هي ضيفه الشرف ديالنا الفنانه ملك النوى. قفطان بشكل راقي جدا بلون بني جميل جدا يصلح للسيدات من بكل انواع ديال البشرات سواء سيده الشقراوات او السمراوات. لان نصيحه سيداتي، ما ترديش الا كنتي عندك بشره سمراء، ما ترديش ترتدي اللون البني، راه كيواتي حتى السمراوات. هاد اللبسه معموله من الفيلور دو سوا مبرد الحرير، فيها ديزابليكاسيون يعني نقيشات بتوب ديال الكاليش مستورد طبعا، وبالبايت الموزونه مخدوم بالسفيفه وبالصم الحر وملبته بحجيرات حرين طبعا. اما المضمه اللي غنستكملوا بها الجماليه ديال هذه اللبسه فهي مصنوعه من النحاس الحر ومنقوشه على يد الصانع. لبسة باللون البرتقالي، لون جميل جدا خاصة طبعا الموسم الصيف. كتكون من قطعتين، القطعة التحتية من البيور سيلك يعني الحرير الحر بألوان امبريمي جميلة عبارة عن شكل على شكل بدعية، والقطعة الفوقية من توب ديال الكمخة ديال الحرير فاسوني مخدومة بالضفرة وبصنعة المعلم بالدولار والدبانة. وطبعا كيف كتعرفي سيداتي راه رجعات هذيك الموضة ديال الدولار والدبانة اللي كانت السيدة كتباها بها في القفطان ديال الستينات والسبعينات، وحنا كلنا كنستحضروا هذيك الشكيلات ديال خدمة الصانع اللي كانت كتميز القفطان المغربي بالدبانة وبالدولار. والاستكمال الجمالية عملات المصممة على ترصيع هذه اللبسة بالحجر اللي هو الشواروفسكي. أما الطوق يعني على مستوى العنق فهو مخدوم ومرصع بالشوارفسكي الحر، وفوق الكل هناك مضمة جميلة جدا مرصعة فيها ان غابيل ديال الشوارفسكي يعني رشيشات ديال الحجر الحر. والاستكمال الجمالية بشكل نهائي
كاينه اون بوشيت او حقيبه يدويه متناسقه ومنسجمه مع اللون العام ديال اللبسه، والعارضه هي الفنانه مايا توسكان او حسنة الحكيم. المصممة المغربية شفيقة الحدومي التي عشقت القفطان وحصلت على دبلوم في تصميم الأزياء الراقية، ومنذ حينه في سنة 1991 لم تتوقف عن تقديم أجمل التصميمات وأرقى التشكيلات، حيث شاركت على مدى 5 سنوات في معرض لوسوك بكندا، كما أنها كانت حاضرة لعدة سنوات في معرض سنوي بفرنسا بأزيائها التقليدية. في نهاية هذه الحلقة سيدتي من برنامج قفطانك، كنتمنوا أنك تكوني استفدتي من الأفكار ومن الخطوط ومن التصميمات اللي قدمتها لكم المصممة شفيقة الحدومي، وطبعا اللي ميزها الحضور الجميل للفنانة محبوبة جدا هي الفنانة ديالنا ملك النوى. شكرا سيدتي، وحتى نلتقيكم في حلقة قادمة من برنامجكم قفطانك، كنتمنى لكم أسعد الأوقات.